السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمع الكريم، أسوق إليك اليوم إحدى روائع أبي العلاء المعري، ولكنني أنوه بداية أنني مسلم الديانة، وأنا غير مسؤول عن أي تجاوز ورد في هذه القصيدة من الناحية الدينية. قال أبو العلاء: عللاني فإن بيض الأماني فنيت والظلام ليس بفاني، إن تناسيتما وداد أناس فاجعلاني من بعض من تذكران، رب ليل كأنه الصبح في الحسن وإن كان أسود الطيلسان، قد ركضنا فيه إلى اللهو لما وقف النجم وقفة الحيران، كم أردنا ذاك الزمان بمدح فشغلنا بذم هذا الزمان، فكأني ما قلت والبدر طفل وشباب الظلماء في عنفوان، ليلتي هذه عروس من الزنج عليها قلائد من جمان، هرب النوم عن جفوني فيها، هرب الأمن عن فؤاد الجبان، وكأن الهلال يهوى الثريا فهما للوداع معتنقان. قال صحبي: في لجتين من الحندس والبيد إذ بدا الفرقدان، نحن غرقى فكيف ينقذنا نجمان في حومة الدجى غرقان، وسهيل كوجنة الحب في اللون وقلب المحب في الخفقان، مستبدا كأنه الفارس المعلم يبدو معارض الفرسان، يسرع اللمح في احمرار كما تسرع في اللمح مقلة الغضبان، ضرجته دما سيوف الأعادي فبكت رحمة له الشعريان، قدماه وراءه وهو في العجز كساع ليست له قدمان، ثم شاب الدجى وخاف من الهجر فغطى المشيب بالزعفران، ونضى فجره على نسره الواقع سيفا فهم بالطيران، وبلاد وردتها ذنب السرحان بين المهات والسرحان، وعيون الركاب ترمق عينا حولها محجر بلا أجفان، وعلى الدهر من دماء الشهيدين علي ونجله شاهدان، فهما في أواخر الليل فجران وفي أولياته شفقان، ثبتا في قميصه ليجيء الحشر مستعديا إلى الرحمن، وجمال الأوان عقب جدود كل جد منهم جمال أوان، يا ابن مستعرض الصفوف ببدر ومبيد الجموع من غطفان، أحد الخمسة الذين هم الأغراض في كل منطق والمعاني، والشخوص التي خلقنا ضياء قبل خلق المريخ والميزان، قبل أن تخلق السماوات أو تؤمر أفلاكهن بالدوران، لو تأتى لنطحها حمل الشهب تردى عن رأسه الشرطان، أو أراد السماك طعنا لها عاد كسير القناة قبل الطعان، أو رمتها قوس الكواكب زال العجس منها وخانها الأبهران، أو عصاها حوت النجوم سقاه حتفه صائد من الحدثان، أنت كالشمس في الضياء وإن جاوزت كيوان في علو المكان، وافق اسم ابن أحمد اسم رسول الله لما توافق الغرضان، وسجايا محمد أعجزت في الوصف لطف الأفكار والأذهان، وجرت في الأنام أولاده الستة مجرى الأرواح في الأبدان،
فهم السبعة الطوالع والأصغر منهم في رتبة الزبرقان. وبهم فضل المليك بني حواء حتى سموا على الحيوان. شرفوا بالشراف والسمر عيدان إذا لم يزن بالخرصان. وإذا الأرض وهي غبراء صارت من دم الطعن وردة كالدهان. أقبلوا حامل الجداول في الأغماد مستلئمين بالغدران. يضربون الأقران ضربا يعيد السعد نحسا في حكم كل قران. وجلوا غمرة الوغى بوجوه حسنت فهي معدن الإحسان. قد أجبنا قول الشريف بقول وأثبنا الحصى عن المرجان. أطربتنا ألفاظه طرب العشاق للمسمعات بالألحان. فاغتبقنا بيضاء كالفضة المحض وعفنا حمراء كالأرجوان. ولونا جزنا إلى شربها النهي عنينا بكل أصحب عان. وهجرنا شرب الكؤوس احتقارا وشربنا مسرة بالدنان. أيها الدر إنما فضت من بحر مخلي الطريق للجريان. ما امرؤ القيس بالمصلي إذا جاراه في الشعر بل سكيت الرهان. فاقتنع بالروي والوزن مني فهمومي ثقيلة الأوزان. من صروف ملكن فكري ونطقي فهي قيد الفؤاد قيد اللسان. يا أبا إبراهيم قصر عنك الشعر لما وصفت بالقرآن. أشرب العالمون حبك طبعا فهو فرض في سائر الأديان. بان للمسلمين منك اعتقاد ظفروا منه بالهدى والبيان. وحدود الإيمان يقبسها منك ويمتاحها أولو الإيمان. ومحياك للذي يعبد الدهر وإهباء طرفك الفتيان. وإله المجوس سيفك إن لم يرغبوا عن عبادة النيران. حلبا حجت المطي ولو أنجمت عنها مالت إلى حران. صليت جمرة الهجير نهارا ثم باتت تغص بالصليان. أرزمت ناقتاي شوقا فظن الركب أني سرى بي المرزمان. عش فداء لوجهك القمران فهما في سناه مستصغران. وجزاكم الله خيرا وطيب أيامكم. وأكرر مرة أخرى أنني غير مسؤول عن أي مخالفة وردت في هذه القصيدة للدين والمعتقد، ولكني والله ما أوردتها إلا لروعتها وحلاوة منطقها وروعة الوصف فيها. جزاكم الله خيرا وطيب أيامكم. كان معكم أشرف حامد إبراهيم في أمان الله.